السلام عليكم، انا عواطف. الام ديال اميمه ديال الضحايا، انا خصني نعرف بنتي باش ماتت. وانا هاد الناس اللي كيهضروا بنتي ومخرجين عليها هاد الاشاعات حشومه عليهم. انا بنتي ماشي ديال هاد الشي هذا، وبنتي عمري ما ربيتها هكا، وبنتي كتخدمها بدراعها، وباغا الجمعية توقف معايا، وباغا سيدنا يوقف معايا. واخا قولي النهار الأول، نهار اللي وقع القتل ديال البنت ديالك، كيفاش تلقيتي الأخبار وكيفاش تعاملتي مع هذه الجريمة اللي تأثر بها يعني الناس كاملين؟ نهار الخميس مع 4:30 بنتي تغدات معايا، صوني على التليفون، قلت لها أميمة شكون بنتي؟ صوني لك، قالت لي ماما صونت لي صاحبتي أسيا، هنخرجو أنا وياها. صافي سيدي، هاديك الخرجة اللي خرجت تعطلت في الليل شوية مع 9:30، بقيت كنصوني إلا لقيت التليفون طافي. بقيت كنصوني صونينا شي 4 نوبات التليفون طافي. صافي تشوشنا عليها انا وخوتها، بقينا جالسين. اتصلت بينا صاحبتها، هدرت مع اخوها، قالوا بان اميمه راه هي ضربت ودابا راه في السبيطار للمريم. مشينا سيدي السبيطار، ما عطانا اخبار حتى شي واحد، ما سمعنا اخبار. تما عاد بقيت ديك الساعه، جاو شي بنات 4 ما عرفتهم شي، كيقولوا لي اميمه راه هي ماتت. الله يصبرك عليها اميمه ماتت. صافي سيدي، مشينا للكوميساريا، كيقولوا لي بنتك رحمها الله. في السبيطار تعرفتي على الظروف ديال الوفاة؟ شي واحد عطاك؟ كيفاش توفات يعني؟ لا سيدي، باقا ما عرفت الان. دابا ما استعملتيش بان استعمل القرطاس، او كاين شي حاجه كتستعمل القرطاس يعني في الوفاة ديالها؟ لا سيدي، سمع بان بنتي تقتلت بالقرطاس، عرفها وسمع بنتي تقتلت بالقرطاس. بالحق لحد الان ما عرفاش، عارفة شي بنتي باش ماتت. نعم، وعندكم شي جيد على التحقيقات يعني؟ واش ظروف الوفاة ديالها يعني توصلت يعني بشي تقرير مثلا ديال الأمن على حول ظروف الوفاة سيدي ديالها؟ باقا ما توصلت بتا شي حاجة. مشيت لطنجة، مشيت ما قالوا لي هنا في هنا عند بوليس ديال العريش، محكمة السيناء، بوليس ديال العريش. مشيت قالوا لي الملف مشى لطنجة، خصك تمشي عندهم لطنجة. مي مشينا لطنجة، ما خلوناش دخلنا، قال لك باقي الملف التحقيق باقي. ما قالوا لي حتى شي حاجة، بغيت الشريح ديال بنتي نشوفه، بغيت نشوف شي حاجة ديال بنتي. إذا بالنسبة للبوليس وديك الشيء، باقي ما طلعتيش على الملف ديال الظروف ديال الوفاة ديال البنت ديالك؟ باقي ما عرفت سيدي حتى شي حاجة. وبالنسبة للنتائج ديال التشريح، قدمتي طلب ديال التشريح؟ مشيت سيدي المحكمة باش ندخل، باش عطيوني التشريح ديال بنتي، ما عطاوني شي، ما دخلوني شي، ما قالوا لي داكشي باقي في التحقيق باقي. ما هدرت مع شي واحد، ما قال لي حتى واحد شي حاجه. نعم، كيفاش كتشوفي التعامل مع الملف ديال بنتك؟ ودابا اسبوع تقريبا باش وقع الحادثه. شي سيدي كيبان لي غامض، وما بانت لي حتى شي حاجه ديال بنتي، وباغا الحق ديال بنتي يبان. ما باغاش بنتي يمشي ليها تما بارد، ما باغا بقى الحق ديال بنتي يبان. انا سيدي هاد الاشاعات اللي مخرجين على بنتي، بنتي ما فيهاش هاد الشيء، وبنتي مربيه، وبنتي كتخدم عليا بدراعها. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. هاد الناس اللي مخرجين هاد الاشاعات على بنتي، بنتي ماشي ديال هاد الشيء، حسبي الله ونعم الوكيل. نعم، بالنسبه للتشهير اللي وقع على الاسره يعني، والافتراءات يعني، مجموعه ديال الافتراءات، لان هذا ملي كتغيب الحقيقه وهذا الشيء كتكثر الاشاعات يعني. بالنسبه لكم نتوما في الاسره ديالكم، واش تعاملتوا يعني مع، كيفاش تعاملتوا مع هاد الاشاعات؟ سيدي هاد الاشاعات زادت، مرضتني مضغوطه انا وخوتها والعائله، وهاد الشيء ماشي بنتي، وخرجوا هاد الشيء بنتي. ما كنسمح لهم شي، هاد الناس اللي خرجوا هاد الشيء على بنتي. اذا الحقيقه بالنسبة للجمعيات، اتصلتي بشي جمعيات حقوقية يعني باش يأجرك في هذا الملف هذا؟ اتصلت سيدي بالجمعيات، ما في
بحال اللي كيبانوا لي ما باغي حتى شي واحد يعاوني، حتى شي داكشي اللي باين لي داكشي غامض، ما فهمت والو. واش بحال اللي تقدمتي بطلب رسمي يعني هذا، ولا عاش شفوي بالهضره وداك الشيء؟ خصك تقدم طلب رسمي ديال المؤازره. لا سيدي، عاب شفوي هذاك الفيديو اللي عملت لي جا سيدي نهيد. نعم، كنشوف سيدي بحال اللي ماتت دبانه، ماشي انسانه، ماشي عندها ام، عندها اخوت، عندها اسره، عندها عائله. حسبي الله ونعم الوكيل بنتي، حسبي الله ونعم الوكيل. وبالنسبة بالنسبة للمتابعة القانونية، يعني أنت درتي شي محامين في القضية؟ درتي شي محامين؟ درت سيدي المحامي، داروا لي العائلة وهذا داير المحامي. إذا بالنسبة لك أنت في المتابعة القانونية ديال هذا الملف هذا، بالنسبة لك واش توصلتي يعني من عند المحامي بشي نتائج طالعة على الملف بالنسبة له؟ لا سيدي، باقا حيت طلب لي شي ورق، باقي ما خصني يطلب لك الملف كامل ديال. نعم سيدي. عندك شي رسالة بغات توجهها لأي جهة اللي كتشوفي أنها غادي تدعمك ولا تأزرك في الملف ولا تنصف في البنت ديالك؟ نعم سيدي، كنطلب من الجمعيات يعاونوني ويوقفوا معايا ويبينوا لي الحق ديال بنتي. كنطلب هادشي سيدي، الجمعيات وحقوق الانسان ويوقفوا معايا، وجلاله الملك توقف معايا. هادشي اللي كنطلب، والحق ديال بنتي يبان ما يمشيش، بنتي ما تمشيش ليا بعدا. هادشي اللي كنطلب، يوقفوا معايا الجمعيات. نعم، وبالنسبه للهجوم يعني الاشاعات اللي ضرت يعني، وكان عندها واحد اثار نفسي ومعنوي على الاسره ديالك وعلى هذا، كيفاش عاملتي معاه انت؟ وكيفاش من الرساله كتوجه للناس اللي كيشهروا بالاسره تا والله بيهم هادو اللي مسوا شرفة بنتي واللي كيهضروا بنتي؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، ما عندي سماحه معاهم.